سلام البنات، مرحبا بكم عندي من جديد في قناتي. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيكة اللي هي رائعة وجميلة جدا، اللي غادي تحمر لكم الوجه قدام الضياف ديالكم، او لا تقدروا تعطوها لوليداتكم وانتم ما خايفينش عليهم. صراحة صحية صحية جدا جدا. اللي غادي نقول لكم علاه وديت هاد الكيكة، اللي هي ديال الشوكولات الشوكولا والموز. غادي نحتاجوا لواحد ثلاثة د الموزات هنا اللي انايا من قبل يعني قشرتهم. ثلاثة د الموزات يكونوا يعني متوسطين، ما كبارين ما صغار، المهم يكونوا متوسطين. ثلاثة د الموزات قشرتهم ويعني وهرستهم بهاد الشوكة هادي او الفورشيت، معكتهم مزيان حتى ولاو ليا بحال لابيوغي. عندي 190 غرام ديال سكر حبيبات او لا سكر سنيده بالمغربيه، تقدروا تعوضوه بالسكر البني. عندي هنايا 190 غرام ديال الدقيق مخلط ممزوج ب 16 غرام ديال الخميره الكيماويه او خميره الحلويات. عندي هنايا جوج ديال البيضات اللي انا خفقتهم مع ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الزيت نوار الشمس او لا زيت الذره اللي بغيتو، مهم خفقتهم مزيان. هنايا عندي 60 مليلتر ديال الحليب، وعندي هنايا 100 غرام ديال الشوكولا. هذه شوكولا ماشي بودرة، وانما شوكولا اللي كتكون بور او لا الكاكاو المر اللي كناكلو عادي، يعني كيكون يعني طروفة. حكيتهم او لبشرتهم هكا حتى ولاو ليا عباره عن يعني خليط. هانتوما كما كتشوفوا بشرتهم في هذيك المبشره هنايا في هذه الجهه هذه، حتى عطاوني داك الشكل. كياخذ وقت واحد شويه ولكن ماشي مشكل. عندي هنايا 90 غرام ديال الجوز او القرقاع اللي انايا طحنت، ماشي طحنتهم وانما هرستهم شويه في المهراس، او لا تقدروا تقطعوهم بالسكين. يعني انا بعدا جاتني سهله انني نهرسهم في المهرس. يعني 90 غرام راه ممكن تلقاوها البنات، يعني كتشرى ب 10 دراهم او لا 12 درهم، يعني في المتناول ديال الجميع. هنايا عندي واحد المول اللي هو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. هانتوما كما كتشوفوا هذا المول هذا، انا لبسته هنايا بالورق ديال المطبخ كما كتشوفوا هنايا. نتوما غادي تعرفوا كيفاش تلبسوه، كيكون هكا شويه طويل. ولا كان عندكم من الاحسن يعني قالب يكون فيه 20 سنتيم على 10 سنتيم يكون احسن. المهم انا عندي هذا القالب هذا، غادي يجيني احسن. الفرن سخنته على درجه حراره 180 درجه. ندوز معكم لتحضير الوصفه ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو الاول بالموز كما كتشوفوا. ها هو عندي الموز، غادي نديرو هنايا في الجبانه اولا في السلطانيه. السلطانيه تعلمتها واحد المصريه، السلطانيه. ها انتما كما كتشوفوا غادي نضيف عليه السكر وغادي نخلط مزيان هكا. نخلط مزيان 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 باش كيدوب لينا السكر مع الموز وكيعطينا واحد لابيوغي مزيانه يعني معسله. هنايا كما كتشوفوا غادي نضيف الدقيق شويه بشويه. هانتوما كما كتشوفوا كما قلت لكم الدقيق راني ضفت ليه هنايا، عندي 190 غرام ديال الدقيق، ضفت ليه 16 غرام ديال الخميره الكيماويه. وتقدروا تعوضوا البنات الدقيق الابيض بالدقيق الاصفر او الدقيق البني، صراحه حتى هو راه صحي ومزيان. يعني اللي ما كيبغيش هكا الدقيق الابيض، انا من قبل كان ما عنديش الجوز او لا القرقاع وعوضته غير بالسمسم او لا الزنجلان. يعني راه البنات راه ماشي ضروري يكون عندكم جميع المقادير، كتقلبوا على الحاجه اللي كتشبه يعني اللي غادي تعطيكم نفس
سميتو. انا غادي نواصل على هذا النمط هذا وغادي نضيف الطاح الدقيق كله ونخلطه ونرجع لكم من بعد. ها انتم كما كتشوفوا البنات انا ضفت الكميه ديال الدقيق كلها وساليتها. دابا هنايا غادي نضيف جوج بيضات ديالي اللي ضفت عليهم 3 د المعالق كبار ديال الزيت. هنايا غادي نضيفهم للعجين كما كتشوفوا. وغادي نحاول نمزج الكل مع بعضه غير بشويه باش ما يبقاش يطير لينا دوك البيض يعني ويوسخ لينا المكان. انتم كيما كتشوفوا غادي نحاول نمزجوا لمده 30 ثانيه يعني نصف دقيقه ونرجع معكم. هانتوما انا مزجتهم لمده 30 ثانيه. دابا غادي نضيف الحليب وغادي نحاول كذلك نخلط مزيان هكا مزيان 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 بهذه الطريقه هذه. ونضيف الشوكولا اللي انايا بشرت في المبشره كما كتشوفوا. انا الفرن ديالي راه سخن على درجه حراره 180 باش غير نبغي ندخل ليه الكيكه مباشره نلقاه سخون يعني ما يعذبنيش وباش حتى الكيكه كطلع ليا مزيان. حيت راه السر ديال نجاح الكيك او لا لاطارت ضروري خص يكون الفرن ساخن مزيان. هانتوما كيما كتشوفوا انا خلطت داك الشوكولات اللي حكيت. هنايا غادي نضيف داك القرقاع او لا الجوز اللي انايا قطعته او لا هرسته شويه يعني خليت شويه فيه الطريفات يعني ماشي خصو يتهرس كاع. كما قلت لكم راه تقدروا تعوضوه بسمسم او لا سمسم يعني كطحنوه كترجدوه يعني عباره عن دقيق والنص كيبقى شي شويه صحيح وكت سمسم فيه نفس المكونات ديال الجوز تقريبا حتى هو دهني بزاف اللي هو القرقاع السمسم بالنسبه للمغربيات اللي ما عارفينش. انا كنحاول ما امكن انني نقرب يعني الاخوات اللي عندنا في الدول العربيه الاخرى باش يفهموا مزيان شنو كنقصد. ها نتوما كما كتشوفوا انا غادي نواصل التحريك مزيان باش يتمزج ليا كلشي تمزج ليا العناصر كلها. دابا هنايا انا غادي نحاول نجيب المول ديالي. ها نتوما كما كتشوفوا انا لبسته يعني حاولوا ما امكن انكم تقادوا الشكل باش ما تلصقش ليكم. ها نتوما قطعت يعني على الشكل الطولي ودابا الشكل العرضي باش ما تخرجش ليا الكيكه. انا هنايا غادي نحاول نصب بسم الله هكا بالطريقه هذه. صدقوني البنات انا جربت هذه الكيكه هذه ما كانش عندي الجوز كان عندي غير القرقاع صراحه جات لذيذه بزاف بزاف. غادي نواصل بهالطريقه هذه نصب الخليط كله ونرجع معكم من بعد ما نخشيها في الفران وطيب ليا ان شاء الله. البنات كما كتشوفوا ها نتوما الكيكه ديالي وجدات. ها نتوما كما كتشوفوا انا خليتها هنايا في هاد الشبكه هذه باش تبرد باش ما تلصقش ليا الا حطيتها على نسيت باش نقول لكم التوقيت اللي بقات فيه في الفرن هو 55 دقيقه. حطيتها فوق يعني عندي انا الفرن ديال الكهرباء حطيتها من التحت ومنين طلعت مزيان شي نص ساعه هكاك نص ساعه ولا 35 دقيقه يعني حسيت بها انها شدات راسها مزيان يعني ما غاديش تهبط. طلعتها الفوق يعني الوسط ماشي الفوق كاع وانما الوسط ديال الفرن يعني كيكون سخون الفرن كيكون سخون من الفوق ومن التحت. فلذلك بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن ديال الغاز كيحطوها الاول فوق النار يعني البلانشا اللي بتحت منها النار.
ومني تدوز 35 دقيقه تكون طلعت مزيان وشدات فراسها، كتحسوا بها بانها شدات فراسها بلا ما تقلبوا بلا حتى شي حاجه، بسرعه تحلوا الفرن وتديروها من التحت باش تاخذ ديك العافيه او لا تحمر الوجه ديالها يتحمر. ها انتما كما كتشوفوا الكيكه ديالي تحمرات مزيان، عطات واحد اللون جميل بزاف. هنا عندكم لكم الاختيار، انا بالنسبه ليا غادي نحاول هذا ندير عليها سكر ثقيل، نخلع عليها سكر ثقيل وشويه ديال القرفه، ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي. سلام البنات، رجعت لكم بعد ما درت عليها سكر ثقيل والقرفه. ها انتما كما كتشوفوا الشكل ديالها النهائي، وشوفوا هنايا البنات كيفاش جات رائعه مع دوك يعني الطريفات او لا يعني الطريفات ديال الجوز او لا القرقاع. ها انتما كما كتشوفوا يعني جايين باينين، كيجيو غزالين رائعين جدا، وصراحه المذاق كيجي هائل 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 هائل. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه ديالي، وما تنسونيش بالتعليقات ديالكم الجميله بحالكم، وتضغطوا على زر اعجاب الا عجبتكم الوصفه ولا جربتوها، وتابوناو عندي فلاشي الا كنتم من الجدد. شكرا بزاف.